بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 96. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مع لقاء مبارك مع سلتكم واستفساراتكم ومع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا السائل يقول: في الآية الكريمة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، في ضوء هذه الآية حدثونا عن فضل الاعتصام بحبل الله المتين وأيضا التحذير من التفرق والاختلاف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى للمسلمين أن يتمسكوا بحبل الله وهو القرآن، وقيل الرسول وقيل الإسلام، والكل حق. اعتصموا بحبل الله جميعا، فيه الحث على الاجتماع على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نهى عن التفرق: ولا تفرقوا، تفرق عذاب وشر، الاجتماع رحمة والفرقة عذاب كما في الأثر. الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله والاجتماع على ذلك هذا من فضل الله ومما يعصم الله به المسلمين من المكاره ومما يمسكهم بدينهم ومما يبعثهم على تراحم والتواصل فيما بينهم. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل أبو عبد الرحمن: هل صحيح يا شيخ بأن السلف كانوا يتركون الدروس والمواعظ ويتجهون إلى قراءة القرآن في رمضان؟ نعم، كانوا في رمضان يقبلون على تلاوة القرآن ويوقفون الدروس والمدارسة فيما بينهم، يقبلون على تلاوة القرآن لأن رمضان شهر القرآن. نعم، أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ: من ترك الأضحية وهو قادر عليها، فكل سنة يسوف ولم يقدم أضحية على مدار عمره، هذا خطأ وقصور. الأضحية سنة مؤكدة، فيها خير للرجل وأهل بيته، يضحي بشاة عنه وعن أهل بيته، هذا من السنة المؤكدة، وتركها فيه نقصان أجر ثواب. نعم. أبو عمر من الرياض يقول: أقسمت بالله على ألا أفعل مخالفة أو معصية معينة، وإن فعلت ذلك سأتصدق بمبلغ من المال، ثم بعد فترة رجعت وفعلت هذا واستغفرت الله تعالى، ماذا يلزمني الآن؟ حلف ألا يفعل معصية؟ نعم، فرجع إلى هذه المعصية وفعلها، كن عليه كفارة يمين. إذا رجع إليها كن عليه كفارة يمين، وعليه التوبة، يعني يتوب من المعصية ويكفر عن يمينه. والمسلم يترك المعصية ولو لم يحلف، يترك المعصية ولو لم يحلف. نعم. في الآية الكريمة سلطان يقول: استفسر عنها: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. نعم، الله جل وعلا يعلم ما توسوس به نفس الإنسان وما يخطر بباله قبل أن يتكلم، يعلم ما في الصدور سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يخاف من الله عز وجل وأن لا يضمر الشر في نفسه أو حب المعاصي في نفسه، عليه أن ينقي نفسه من حب الآثام والمعاصي والأفكار السيئة. إن الله يعلم ما في صدره وما في نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد. الوريد هو أحد الوريدين اللذين يجري منهما دم الحياة في الرقبة، عرقان في جانبي الرقبة يجري منهما الدم، وهما قريبان من الإنسان. الله أقرب من ذلك سبحانه بعلمه وإحاطته. نعم. يقول فضيلة الشيخ: أنا أقرأ العصر على الجماعة في كتاب الإمام النووي رحمه الله، فما هي الكتب الأخرى لهذا الإمام رحمه الله رحمة واسعة؟ له الشرح على صحيح مسلم. نعم. شرح جيد ومختصر ومفيد، وله رياض الصالحين، وله الأربعون النووية، كلها من تأليفاته رحمه الله. له المجموع شرح المهذب، لكنه لم يكمله أو
وهو كتاب حافل في الفقه. نعم. يقول: هل قراءة سورة الفاتحة 5 مرات على المريض تكفي أو أقرأ سور أخرى؟ تقرأ الفاتحة وتقرأ معها الإخلاص والمعوذتين وتقرأ ما تيسر من القرآن، هذا من باب الرقية على المريض، والقرآن فيه شفاء، والرقية بالقرآن هي أفضل الأدوية وأنفع الأدوية بإذن الله. نعم. أبو محمد يقول: رسولنا صلى الله عليه وسلم حثنا على اتباعه واتباع سنته ونهجه ونهج الخلفاء الراشدين والصحابة، فما واجب الأمة نحو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ واجب الأمة كما ذكرت محبته واتباعه، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا هو واجبنا نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه مبلغ عن الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم، يعني أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم. إذا أخطأ الإنسان شيخ في قراءة القرآن أثناء الصلاة فهل عليه سجود سهو؟ نعم، إذا أخطأ في غير الفاتحة، خطأ في التلاوة غير الفاتحة، يستحب له أن يسجد للسهو. نعم. يقول: أفيدونا يا شيخنا الكريم عن مدى صحة هذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فيما معناه: إذا حضر طعام العشاء وحضرت صلاة العشاء فابدأوا بالعشاء قبل العشاء. نعم، الحديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: إذا حضر العشاء فابدأوا به، وقال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، من أجل أن يحضر ذهنه في الصلاة ولا يتشوش بالمشاغل، يعني يتعلق نفسه بالطعام، أو يكون يدافع الأخبثين البول والغائط يشغلانه، يدخل في الصلاة وهو فارغ البال حتى يحضر خشوعه في الصلاة وحضور قلبه فيها. نعم. شيخ صالح، هل هذا خاص بصلاة العشاء أم يقاس عليه بقية الصلوات؟ نعم، يقاس عليه بقية الصلوات، كانت الفريضة لا يدخل فيها حضرة طعام ولا وهو مدافعه الأخبثان، فغيرها من الصلوات من باب أولى. نعم. في وقتنا الحاضر يقول الشيخ صالح: لا نخشع في الصلاة ولا نجدها لذة، فما هي أسباب الخشوع في الصلاة؟ حضور القلب، أسبابها حضور القلب وتجنب الشواغل التي تشغلك عن الخشوع وعن حضور القلب. نعم. يا شيخ، ما حكم من دخل مكة بغير نية العمرة ثم طاف بالبيت؟ لا بأس بذلك، يطوف بالبيت غير النسك، طواف بالبيت سنة، وفي النسك يكون ركنا من أركان النسك على جل وعلا، وليطوف بالبيت العتيق. نعم. أحسن الله إليكم، في الآية الكريمة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، إذا تلفظ بالحلف ولكنه لم يقصد عقده فهذا من اللغو الذي لا يؤاخذ عليه وليس فيه كفارة، لا بد من قصد، من نية عقد الحلف، أما إذا جرى على لسانه من غير قصد فإنه لا حكم له. نعم. حديث يا شيخ: هل بشر المشائين في الظلم في الجنة؟ بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، هذا فيه الحث على المشي للصلاة والمشي إلى المساجد، صلاة الجماعة. نعم. أبو عمر يسأل يا شيخ: بمن احتفظ بوضوئه لفترة طويلة هل يجزئه ذلك ويصلي بذلك أكثر من فرض؟ نعم، مدام لم ينتقض وضوءه يصلي، ولكن كونه يجدد الوضوء بكل صلاة أفضل، هذا تجديد وضوء. نعم. أحسن الله إليكم، فضيلة الشيخ: هل يجوز الاستماع إلى القرآن الكريم والمرأة تعمل في البيت في المطبخ لساعات طويلة؟ هذا شيء طيب، تشتغل وتستمع للقرآن في المطبخ، هذا طيب، شرطا لا تخلط القرآن مع الأصوات الأخرى أو في مكان غير لائق بالقرآن. نعم. تقول السائلة أم مرام: لي أخت توفيت بعد أن تركت 15 يوما من رمضان لم تصمها، هل على أولادها صيام؟ وأنا تقول أريد أن أبرر ذمة أختي وأصوم 15 المتبقية عليها. إذا كانت مرضت في رمضان وماتت في مرضها ولم تتمكن فليس عليها شيء ولا يقضى
عنها لأنه ليس عليها شيء. أما إذا كانت أيام أفطرتها من رمضان وعافاها الله بعد ذلك تمكنت من قضائها وماتت ولم تقضها فإنها تقضى عنها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. نعم. يقول السائل يا شيخ في الآية: وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. نعم، الله جل وعلا يقول لنبيه: ما أنت بهادي العمي، عمي القلوب، المراد بهم عمي القلوب الذين لا يتدبرون القرآن ولا يعقلونه ولا يلتفتون إليه، هؤلاء قلوبهم قد عميت فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، والعياذ بالله. نعم. يقول السائل يا شيخ: ما الفرق بين بيع ما لا نملك وبيع السلم؟ بيع السلم هو تعجيل الثمن وتعجيل المثمن، وبشرط أن يكون موصوفا في الذمة، ينضبط بالوصف. فإذا كان المبيع ينضبط بالوصف فلا بأس بذلك، ويكون مثل حكم السلم. نعم. هذا سائل الشيخ من الرياض يقول: في بلدنا وعند قدوم رمضان تضاء الفوانيس والشموع، هل ورد شيء في ذلك شيخ؟ تخصيص رمضان بإيقاد الشموع والمصابيح هذا لا أصل له، إلا إيقاد السرج والكهرباء للصلاة ولتلاوة القرآن، إذا كان لحاجة من صلاة أو قراءة قرآن فلا بأس بذلك. نعم. إذا كان الشخص يكثر الصيام ويتحرى بذلك السنة والأجر ويقرأ القرآن، فضيلة الشيخ، هل الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة؟ نعم، ورد في الحديث أن القرآن والصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. نعم. تقول يا شيخ السائلة: خالتي محافظة على الفروض، ولكن في رمضان يا شيخ صالح تجمع بناتها وتصلي بهن التراويح في منزلها. لا بأس بذلك، صلاة النساء جماعة في البيوت بإمامة واحدة منهن لا بأس بها، وتقف في صفهن، ما تكون أمامهن وإنما تقف في صفهن في الوسط. نعم. سفر الأخت من الرضاعة مع أخيها، السفر طويل فضيلة الشيخ. نعم، إذا كانت الرضاعة ثابتة ومستكملة لنصاب الرضاع المحرم فلا بأس، في المحرمية، في يد المحرمية تسافر معه، صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. نعم. أحسن الله إليكم. من عسير السائل أبو محمد يقول: أذهب إلى والدي ووالدتي في البلد في عسير وأجلس 5 أيام، وأنا عملي في الرياض، وأجمع وأقصر عندهم هناك. شيخ، إذا كان محل إقامتك في عسير ولكن تجي للرياض للعمل ثم ترجع فلا تجمع ولا تقصر، لأن هذه بلدك رجعت إليها. نعم. يقول: اقترض من شخص مبلغا من المال واشترط علي أن أرد عليه بعملة أخرى. لا، ترد عليه مثل ما أخذت منه، ولا بأس أن ترد صرفها بالعملة الأخرى، لكن من غير شرط، من غير شرط. نعم. أحسن الله إليكم. من أسئلة السائل أبو عمر يا شيخ يقول: وكلت شخصا أن يحج عني حجة الفريضة لأنني مريض، وقدر الله عليه أن مات هذا الوكيل يوم العيد، فهل يلزمني أن أوكل غيره يوم العيد؟ نعم، ما كمل الأيام المتبقى، يعني وقف بعرفة. نعم، وقف بعرفة وبات بمزدلف. نعم. ومات يوم العيد وهو ما أكمل الحج المناسك. نعم. كان أناب غيره في وقته يكمل عنه المناسك، وإلا في هذه الحالة إذا لم ينب في وقته من يكمل المناسك قد ما تم حجه، فعليه أن ينيب شخصا آخر. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذه الأخت أم محمد تقول: بالنسبة لنزول دم قليل وقت الدورة الشهرية قبل المغرب، هل يفسد صوم المرأة؟ نعم، إذا حست به قبل الغروب فإن يومها لم يتم فتقضي هذا اليوم لأنه لم يتم. نعم. أخيرا تقول: بالنسبة لتأثير الصفرة بعد الطهر على الصيام شيخ، إذا كانت العادة تامة. نعم. ورأت الطهر الكامل. نعم. ثم اغتسلت ثم رأت شيئا من الصفرة بعد ذلك منقطعة عن العادة بعد الطهر، قالت أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر
شيئا. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء شيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الأمة الإسلامية. أشكر فريق العمل من الفنيين والمخرجين في هذا البرنامج، كما أشكر زميلي من إذاعة القرآن الكريم عبد الله المواش الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.